صفة في الشأن العام، ما هو الشأن العام وما هي القضايا في الشأن العام. وبرضه مش نعطيك من الذي يتحدث في الشأن العام، لأن الملاحظ أن في يعني بعض الأشخاص دون أن يكونوا متخصصين في قضايا معينة يدخل دورهم، فلا يؤدي إلى لأنه مع الأصوات الأخرى في الشأن. أتذكر يعني كان في كابتن شلبي اللي قال كله، لكن يعني لفت النظر حاجتين في النهاية الأولى. الأمر الأول يمكن كان طرحه سيادة الوزير محمد العصار، لا تعني أننا مقتنعين عشان نبحث عن قيود لتقييم القضايا العامة. إذا توصلنا إلى قضايا لا تقيد بالديمقراطية الحرية والاجتماعات إذا صح عملك يعني أن تصف بهذه الأمر الثاني كان سبب المستشار، وأعتقد أن معلمنا في الموضوع ده عن الضوابط الدستورية والضوابط القانونية عشان ما نبقاش نتكلم في فراغ. كانت مناقشات جديدة استمرت حوالي أكثر من ثلاث ساعات، تناولنا فيها شأن عام قضايا الإعلام. المواصفات طبعاً كان في يعني اختلافات في الرؤى حوالين من يحمل قرار الشأن العام وتحقيق الموضوع، لأن قضية مهمة جدا، يعني اللبس نفسه واسع، يعني لبس يشمل كل شيء في الحياة، فهنا مطلوب حوكمة اللبس ده وتطبيقه. الندوة الثانية كانت في مؤسسة أخبار اليوم، كانت الموضوع يعني أكثر تعليقا، كان عن الدولة الوطنية، الدولة الوطنية المفهومة، الدولة الوطنية اللي تحتوي جميع الفئات السياسية دون انقصاء ودون إبعاد، كل الفئات حقوق سياسية متساوية لكن الدولة الوطنية بمفهومها العالم والتشكيل والفرد والوطن. فكان في كلام الندوة الثالثة كانت موجودة في مؤسسة دار الإفتاء، ودار الإفتاء يعني اخترنا عناصر شبابية، شباب من البرنامج الرئاسي وشباب من الأحزاب وشباب عادي من كل ألوان الفرد السياسي، طرحنا عليهم أفكار المتداولة. لأن كان يعني الكلام مع السيد الوزير، فمع الكلام اللي بيقول ده أين نقل الشباب من المجتمع يعني دينا رؤى مختلفة، فطرح قضايا زي ماذا يستفيد الشباب من قضايا الشأن العام، يعني إذا كانوا أكثر وعي ودراية في الشأن العام، إيه المنفعة بتاعت وضع العلم؟ وبعدين طرح سؤال، طب ما هو مين اللي قال يا كبار يا مقتنعين إن الشباب دول ليسوا على دراية في الشأن العام؟ طب انتوا عايزين ترفعوا درجة وعي الشباب، طب الشاب اللي يستفيد ايه؟ طبعا بدأنا نوضح ان الشاب وعي دراسة ودراسة ودراسة، لكن الندوة كانت مفيدة. توصلنا لضوابط وتوصيات مشتركة يمكن للتطرق حولها. النهارده طبعا المناقشات اتكملت موضوع تاني أكثر أهمية، هو متعلق بأمن القومي. الأمن القومي مش مقصود بيه الأمن العسكري أو الأمن القومي بسرعة، مش الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي، لدرجة إن لو شعر الإنسان بالتهديد ده بيمثل أمن القومي. يعني دي المقاييس الحديثة اللي بدأت في مصر. المقصود إنه كان مفهوم الأمن القومي المصري والعربي قائم على عدو محدد وثابت، إسرائيل، فكنا بنحط خطط عشان نواجه إسرائيل. حاليا من هو العدو اللي نبني على اساسه نظريه الامن القومي؟ يعني الامن القومي العربي كان دائما سوريا وليبيا وصاليا كل اسرائيل. دلوقتي تعددت التهديدات واصبحنا مفهوم غير محدد، فنشا مفهوم جديد جدا للامن القومي ان مهددات الامن القومي بتنبع من الداخل.